يعني عندنا قاعة سابق كبرى من الناس من قاعة عندنا ومن أرجو كلها تأخذ فترة ثانية أطوف واحدة ممكن كنا نشوف بقى المعرض الثاني شوي داعي للطاقة برضك دي منتجات يعني منتجات من مستخرجات البترول يعني مشتقة من البترول كلها تكنولوجي الانرجي الانرجي بيلدينج بعرض الطاقة ده معرض الطاقة تبع شركة أرامكو السعودية للطاقة في دور فوق طبعا هنطلعه هنا الواحة نفسها من جوه اهي الأمطار والطاقة شوف الأمطار بحار تاخدوا الطاقة من البحار والأمواج طبعا هنعرض لكم الحاجات دي قبل الجميع وصعب تلاقي الفيديوهات دي في أي حتة تانية شوف الأمواج طلعوا منها الطاقة نطلع فوق نطلع فوق بالسلم شوفوا برضه كل ده معروضات عن الطاقة الانرجي اهو ده احنا شايفين طاقة الرياح الويند الويند باور طاقة بالمياه نظام السوائل بتاعت مصر بتاع زمان اهيا هنا مش عارف ببص على ايه في حاجة هنا اللي هي بتبان لك الخلايا دي الحبار وحيوانات قشرية أخرى في ذلك
شوف سبحان الله الحاجات البحرية. مطلع الزيت هذه الحفارات بتاعة البترول، دي سمب كده لبئر البترول. استخراج البترول من البحر، من باطن البحر، من الصحراء. وده هنا بيربط بين المعرض اللي احنا في المعرض اللي جنبنا بتاع الرجالة.